السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيباتي راح أعمل وصفة لإحدى الخوات، طلبتها من عندي من فترة بس من كثر الفيديوهات يعني أنسى الصراحة. بس اليوم كانت كاتبت لي على الانستغرام وأنا حبيت أعمل اللي هي، مع أني أنا ذكرت قبل هالفترة فيديو أو إحدى الفيديوهات كيف تتخلصوا من الحفر اللي بالوجه، وعطيتكم كتير من الوصفات بس بتحكي ما موجودة عندها ومو بمكانها تعمل هاي الشغلات. فأنا حبيت أسويها بشغلة كلش بسيطة وصدقوني بنفس الوقت تعطي مفعول بس بالاستمرار راح تعطيكم المفعول، وهذه الوصفة مشهورة عندنا هنا إحنا بألمانيا. زين، الوصفة هي عبارة عن قشور الموز، يعني لازم تكون الموزة هيك تطلعوا مستوية بس مو خربانة، والقشر يعني تطلعوا عليه مو خربان بس مستوي. شو راح تسوون؟ هي هاي الوصفة للحفر اللي بالوجه. طبعا الكل تعرف قشور الموز كتير مفيدة للبشرة بالذات للتجاعيد، كتير منيحة، وكمان للحبوب اللي بالوجه زين، خاصة كمان اللي عدها كمان شلون نقول البثور اللي هي الرؤوس السوداء اللي بتكون بالمناخير وبالوجه، وكمان تقلل من آثار الندبات القديمة اللي بالجلد، كتير منيحة حبيباتي، تساعد على التخلص من حب الشباب كمان زين، لأنها هي تحتوي هاي القشور. هسه تقولوا ليش طيب مو الموزة؟ لا، القشور تحتوي على مادة الزنك، طيب، وهاي المادة هي بيها مضادات للأكسدة، عشان هيك هي تبعد الندبات والحفر اللي بالوجه، وتحتوي على فيتامينات كتير يعني قوية زين، وتحتوي على الكولاجين حبيباتي. فأتمنى دائما من تاكلون الموز يبقى القشر، يعني لو هو الحالة تفركوه على وجهكم كأنك يعني كأنك عطيتي كولاجين إلى بشرتك. هسه كيف انتو تحاولوا تاخذون شلون نقول من القشور؟ طيب تمسكوها هيك وتعملوا هيك، تطلعوا هيك بس اللي فوق، طلعوا بس الفوق، يعني ما راح تحتاجوا ولا اشي بس هذا، طلعوا بس هذا هيك، تكملوا كله تاخذوا هذا يعني بس اللي مستوي. طيب تحاولوا ان شاء الله، واضح؟ طيب بس هذا الفوق بالملعقة بالسكينة كيف ما بدكم، ما راح تحتاجوا كثير. وهاي الوصفة يعني بتقدرون تسووها على كل الوجه، مو بس اللي عندها على فكرة خواتي بس عندها ندبات او حفر او هاي الوصفة كتير حلوة، حتى شد الوجه كتير منيح، اللي عندها تجاعيد تحت العين طيب وبالجبين كتير منيحة، اتمنى انكم تعملوها مو بس للحفر، اعملوها وراح تنال اعجابكم ان شاء الله. طيب بعد ما تعملوها هيك تقعدون تهرسوها هيك، راح تكون بسهولة الهرس تبعتها مو صعب، تحاولوا انتو خواتي اهرسوها منيح. طيب انا ما حابة اسوي الفيديو كتير طويل لان هالشغلة كلش بسيطة. طيب هيك شو بتخلون معاها؟ تخلون معاها قليل جدا، يعني تقريبا ملعقة وسط من الماء الورد، انا ما عندي هسه من الماء الورد، خليت من الماء الورد اللي نشتريه. طيب الماء الورد اذا عندكم انتم من اللي احنا سويناه، حتى لو عندكم بالفريز تقدرون تذوبوه وتسوون فيه مو مشكلة، بس المفروض شلون نقول الموز تهرسوه منيح، هو راح يصير هيك زي كأنه تقشير بس كتير منيحة هاي الوصفة. شوفوا كلش قليلة، يعني مال مرة واحدة، يعني كيف ما تاكلين موزة لو تعمليها هاي الوصفة بالسبوع 3 مرات راح تحصلي على نتيجة كتير حلوة. طيب هو هيك حبيباتي، شو راح تاخذون؟ راح تاخذون ملعقة ضروري فيها العسل، يعني ما فيها اي خيارات غير العسل اللي بدها، بالذات خواتي اللي عندها الحفر اللي بالوجه، راح تحتاجوا ملعقة صغيرة جدا
من العسل وتخلطوا. هاي الوصفات تشوفوها كلش بسيطة طيب، بس شو تقول إلها مفعول كلش قوي. طيب هيك تسووا، تحاولوا كلها تخلطوه هيك مع بعض، وبعدين تاخذوه كيف من نقشر الوجه نفس التقشير تحطوه على الوجه وتظلوا تدلكون في المكانات الحفر وتحت العين والوجه كله كله سووه. ما راح تحصلوا بس عشان الحفر، راح حتى عشان تغذية البشرة كتير منيحة. جربوها وراح تنال اعجابكم الكل، حتى تقدرون تخلوها على الرقبة وعلى الايد كثير منيحة. هي هيك هسه طلعوا، انا مثلا بدي انام قبل ما انام، مع اني انا وجهي كتير صافي ما في حفر ولا حبوب ولا اي اشي، بس كتير حلوة هاي الوصفة، كمان تغذي البشرة كتير منيح، لو خاصة اللي عندهم تجاعيد لو تعمليها، ولو كمان متاكلي موزايت اعمليها. هيك انا حبيباتي خلصت الفيديو، اتمنى من كل الخوات اللي عندهم حفر دائما يستعملون، يا ريت، ودائما اقولكم قليل من الخل مع قليل من الماء وبالقطن تعمليها. جل الالوفيرا دائما تمسحين، وهي زريعة تاخذيها تفتحيها بالنص وتمسحين فيها بشرتك، منيح كتير جل الالوفيرا للي عندها حفر بالوجه. هيك انا حبيباتي خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتمنى من عندكم حبيباتي تعملون لايك وشير واشتراك وتدعموني دائما، ومع السلامة.